عليكم ورحمة الله وبركاته. أحياتي كل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الأربعة السويهلة بمراكش، واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية الخيرة والروال الجالية المغربية والناس مولين المدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 30/11/2022 الخيرة والرواق جميع المشاهد. محمد علي ولا اسمه؟ محمد حمو. كيما محمد حمو شحال؟ هو قال كانوا داوه ب 80، باعوا لي فلوسه، باعوا لي فلوسه ولا دار ليها 380 ولا 70، ما تقول حتى لواحد، ما فيش 70. ماشي هم، ماشي هم، هما مالين 6 ملايين هادو. 6 ملايين سميتك؟ 6 ملايين، عطيتي 6 ملايين، باعوا 6 ملايين. 6 ملايين. وين كان يقول 7 وعطوني 6 ونص؟ كان يقول 6 ونص. كذاب. وقالك عطاو 7 ودرك عطاو 6 ونص. 6 ملايين، شحال ديتي مادام هما شحال؟ شحال ديتي؟ قول 6 قالك. والله إلا حسبتي 6 ودي الزيتون. ما كتاب. أيه أنا واللحية. وين راه واحد فيهم عرض وواحد شوي؟ انت شحال فيهم؟ فيهم 780. ها؟ فيهم 780؟ وشكون اللي حاط لهم 780؟ اه 770. حط انا 50 و20. هادشي اللي كاين، هادشي الحمد لله اللي كاع 70 كي قال الزيتون. حط انا هذاك 20 وهذا 50. ها؟ واللحية بغيت حطينا لهم قبل من قبل ما يتباعوا. قبل ما يتباعوا حطينا لهم ميزان. وني راه كاين المليح ما شتيناش؟ ايوا احنا والله الا عطيتو 6 ملايين. عيد سي احمد نشوفو المشاهدين نقولوا غادي يذبحوا في اكادير ان شاء الله. اش من بلاصه في اكادير؟ ايتملول في اكادير مع هذا الرجل سعيد الهواري. عند سعيد الهواري كما تبارك الله. وتا وشي ميتا هاد الضربات شحال هاد؟ شحال هادو؟ 500 تخيل. عرفتي بشحال غادي يبيع اللحم؟ 380. ما فيهمش. 380 ياك 90 90 فيهم. تنحيو كل مشاهد قناة زيت المرشاد. ها هادو هما العروض اللي اوليتي، هادو هما العروض اللي ديت، هادو هما اللي يقول لي خرجوا، هما اللي كاينين اليوم في السوق. وخليتي احمد بلا فطرنا ومشى يجري بينا. عظيم سامر علي ما حسبتي 6 ملايين، والله العظيم لا قبل الفجر. تنحييو كل مشاهد قناه زيت المرجان والحباب تاعنا هادو ب 6 ملايين. قول 6 ملايين وقول قول ياك ياك. قلنا لي واش عطيتوني فين 800 قلاش؟ راه حطيت لي 70، هذاك 20 وهذاك 50. ها؟ 80 زيتون 80 بالكراطي. وانا حطيت لي 70 15120. واني بقرب نقي. تنحيي كل مشاهد قناه زيت المرجان والحباب تاعنا في المكان. اهلا بكم، وما تنسوش قناه زيت المرجان في التوك توك والفيسبوك واليوتيوب. والقضيه راه ضعيفه كما قلنا الحباب تاعنا، يبارطاجيو لنا الفيديوهات الاخوان في المكان. اهلا بكم. يجيك حتى هو صاحبك. يوم شحال هذا قولي؟ وراه مولا باغي فيه جوج بلاينا يا صفر. الله يرضيك. حنا نحرموا شغلنا. ها عمر تاكل شاكم. الشرقاوي راه حنا عارفينو. صويديقاكم. شحال هاد الخيرة؟ هذا؟ اه 540 اللي بغينا فيه. واش لينا؟ وكل جالس عطاك فيه، عطاك شي حاجة؟ عطاونا فيه. شحال هو؟ عطاونا فيه هو ب 460. عطاك فيه شي حاجة؟ عطاونا فيه 8000. 8000. بيع مع ود خوك. تهلا اللي جا في ود خوك راه مشاهد تاعي. أيه. مرحبا. احنا كلشي كنتابعو. مرحبا. عارفين 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 صديقنا. عارفين خيرات تبارك الله هنا في
الأربعاء سويهلا بمراكش الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين القناة تاعتنا الحباب تاعنا. ما تنسوش تبارطاجيو لينا الفيديوهات الإخوان المشروك معنا في قناة الزيتون المرجان. أهلا بكم جميعا الخيرات. عدو الحبيب قال لك ب 23000 تاع الدرهم وعطاهم 8000 ريال ربح وبغاو فيه 540. دابا يلاه بداو تي البقاع والشرايا والحريفيه بداو تلقوا البقر ربطوه باش اهل العمر. اهلا اهلا كما تشوفوا يلاه بداو ربطوا البقر في الرحبه شراو بداو ربطوا باش يبيعوا للجزاره من كل ناحيه في المملكه المغربيه. تيجيو الحباب تاعنا جميع المدن. هذا تاع نجيم ومصناش رابطو عبد احمد تي حد القزر والبقاع والشريه ومعروف هنايا. تنوريو جميع المشاهدين. اهلا مرحبا. السلام ورحمه الله. هذا سيدي مرحبا. ياك انتوما ديروا في التلفازه راه كاينه التلفازه اللي فيها الويفي وتفرج مع راسك يعجبك في السوق. هذا هو قدك دير هكذا لولدي حازق نهار كامل ياك. انا نيت هذا كنخويا مرجع الزيتون انا ما نفرجش شي واحد اخر ياك. هو انت كدور على كدور على الشاويه وليامك باش نمشي انا الزيتون. غادي نمشي بلا كبرت القناه قول لي الزيتون تنبري على مولاه شحال نجيم. انا حضرت كانوا عاطينو جوج هو قاعد عطيهم ثلاثه كان يقول ثلاثه الملايين ثلاثه الملايين واني ما عم تسكن. غادي نقول لك شحال يديو يفوتوا فيه شحال ديال الحماس ديالي يفوتوا فيه 500 هذا. لا لا فايتينا في الماركه. اش بباركه انت تسمى بحال الشاروري بحال لاموزين بحال لاموزين. لا هو ماشي لاموزين هو بحاله بحال لاموزين يقولوا لي طالياني. دابا يقولوا لي بحال هكا ماشي 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 الشاروري. لا هو يقولوا لي طالياني ياك. شحال طايح الحميه مال الزيتون؟ على حسب البقر كيفاش كاين اللون تاعو. كاين 13 كاين حتى ل 15 شي بقر كاين حتى ل 15 كاليتي 1500. تجي هذا الراجل ماشي يشوفوا الله يرحم الوالدين. مرحبا توهوكا توهوكا. منين انتم منين؟ شرفين شرفين المشاهدين قناة زيتون المرجان من طنجة الكويرة في القرى في البادية في المدن الصغرى ولا الكبرى بالمملكة المغربية. أهلا بكم جميعا. الحاج مجيد أهلا ما تعرف. الحاج مجيد شيد مين؟ صاحبنا الحاج مجيد غادي يورينا. وهذاك الحاج مجيد وحنا تنصوروا ونصابوا تاع نجيم. الله يطول عمرك الحاج ناجي الحاج مشيت مشيات ما وراجل صاحبنا وصديق تاعنا وراجل قديم هنايا في الاربع سويهله بمراكش وتنعرفوا وراجل طيب وراجل زين. شحال نسي الحاج هذا؟ 94 594. قلت للدراري راه فايد 500 كنا ما عرفناش الثمن تاعو. قلت لي بحال دابا 3 تمرين قال 29000 تاع الدرهم و700. هذا كما تشوفوا الحاج عبد المجيد. وبشحال غادي تقام اليوم اللحم؟ 1500 ولي قال لنا 70 درهم وهذا الشيء اش نقول له؟ في البقر الزرق هكا اش تقول هذاك هذاك القرب فيه انت اش تقول؟ انت الحي عرض عرضه عرض مليح. شحال نديروا لي 40 الحاج ولا؟ 10 درتي لي 10 بالي عرض انا مجبد. ميزان اللي يخرج ميزان اللي يخرج ترك معلم انت الساحل معلم هي راه الميزان ما غادي يكتب ديالي انا ياك. حط ليه ويني هكا لكان غير هي هذيك 1500 بالصير كما تتقولوا انتوما. هي اللي كاينه ها هو سولو هذاك المليح هذاك الشيء اللي شد هذاك الشيء اللي شد. تشركتي في هذاك العجل مولا 714 اي تخرجنا بعناه ب 21000 21000 وزيدوني شويه 720 باش لينا. يلا خلصتو ب 14 ولا ب 16؟ 16 واش خلصت؟ 16 بعناه ب 41 بحال ب 27 ب 25 141000 باش بعناه
حنا درتوا لي 26000 ربح. حنا هاكا 25000. اييه. زيدوني كاين 1000 وشويه. وتلعن على شويه. وتشوف عاد زعما شي ضد الحاج عبد المجيد ولا؟ لا لا ما يدي والو. ما نكذب عليك كاع زولوا 1000 وشويه. هذاك شوية ما عاد شحال فيه 15 شحال شوية 15 انت حطي انا بالك طويل والله واعر شحال 20 ما قلت ليش انا والله لا بغيت نحط لي 40 ها بغيت نحط لي 40 40 راه مزيان وبغيت الله يسلك وانت صاحبي وعزيز علينا وصديق تاعنا وحنا تحية للمغاربة كاملين شكرا لك شكرا لك صحة المغاربة فرحونا برافو عليك تبارك الله على السلحاج كان الحاج ناجح فرحنا هاد السيمانة نسينا الغلا ونسينا كل شيء اي نعرف وصلت الله يرضي عليك يا السلحاج نتمناو مسيرة موفقة ان شاء الله يديروا لنا شي مفاجاه زينه بغينا احنا ما كرهناش يجيبوا لنا الكاس كندعو معاهم في الصاله كندعو معاهم في السجود وبطبيعه الحال راه قال لك السيد تيموت على ولاده ولا على بلاده راك في بلادك الرايه مي كاتبان لنا الهيف بالضبط وفين ما كانت ان شاء الله تتعلق في جميع العالم تعلقت فيه كاين الابراج تعلقت في ابراج خياليه الحمد لله هذا فضل تاع الله كانت عاش الملك عاش جلالة الملك وكان هذا الرجل طيب ورجل مخير الحمد لله الحمد لله شكرا لك سي الحاج هذا الكلام صافي سير علينا يا شلح صافي سير علينا يا شلح تنحيوا الحباب تاعنا وما يتخلعوش من شي فريق الكره تدور عند من ما بغات تمشي تمشي الحمد لله كما قال الخيرات موجوده تبارك الله وديما احنا تنقولوا غير الابطال تاعنا باش ما يكونوش يدخلوا التيران ويخافوا يثبتوا في الكره راه احنا راه تتبانوا لنا احسن من جميع الفرق ما ماشي غير تتبانوا لينا احسن مكان جميع الفرقات ما يلحقوكمش ونحيوا الحباب تاعنا في المكان وحنا في رحمه البقر والخيرات كما تشوفوا وحضيوا مع كندا حضيوا مع كندا حضيوا مع كندا اديو لي بعد النقطه ما تربحوهاش بسته احنا ما كرهناش يربحوا ب 10 ونقولوا سته ولادك حضيوا معاها ان شاء الله غادي نغلبوا ان شاء الله ان شاء الله يحضيوا معنا هذيك النقطه اللي خاصها تو حمود العمراوي غادي يذبحوا في الدار البيضاء ان شاء الله بحول الله وقوته كما تشوفوا احنا في الاربعاء السويهله بمراكش هاد الخيرات تبارك الله كي تشوفوا معنا تبارك الله جوله زينين بقر الفيرما بقر الفيرما كما قال خويا هذا حمود العمراوي وهذا صاحبه وبشحال سي حموده هاد خمسه شحال؟ خمسة الملايين كما تشوفوا بقر تبارك الله شحال حطيتي ليهم حمود اخويا 360 720 تبارك الله اللي قلتيها عندهم تبارك الله كما تشوفوا حمود احسن تماجول تماجول خياليين بالمليح تبارك الله كما تشوفوا معنا في الاربعاء السويهله بمراكش هاد العجول تيدخل عمو الفين يكونوا مسبيين كيما ها؟ ما يجيوش بحال هكا اقول ياكلوا الفول والخيرات كيما تشوفوا الخيرات تبارك الله بقر زين جبنا كيما تشوفوا حط لي محموده بين 720 حتى 740 هما بخمسة الملايين حموده العمراوي كزار في مدينه الدار البيضاء الكبرى كما تشوفوا هاد الخيرات تبارك الله وراجل معروف وظرافات وراجل كما تشوفوا هاد المليح اللي غادي به ان شاء الله بحول الله يذبحوا في الدار البيضاء كما تشوفوا في البطوار تاع الدار البيضاء هو شويه في كزار في بيع بالجمله هاد الخيرات كما تشوفوا طلبوا فيه 540 هو ب 500 تيطلبوا فيه 540 هو ب 500 كاع 40 اللي بغيتي تصوروه عطينا منها 2000 لا عارف كنعرفوا مولاه باعوا لينا جيد ياك عرفت عجبك؟ عجبني تبارك الله كما قال هذا الرجل كما تشوفوا تنوريو لجميع المشاهدين قناه زيتون مرجان
قال لي شارع ثاني قال لي وليا في البلاد قال لي قال لي شارع 300 كيلو اي اربعة هادو راه شياد ما يدوروك يدوروك وشحال تيتقام اللحم اليوم؟ تيتقام 14160 14160 باش يتقام 14160 ياك 14160 باش يتقام المليح تتكزر انت ياك؟ اي تنكزر فين تتكزر؟ كمل لحد راس العين لحد راس العين لا مرحبا مرحبا الله يسهلك الله يبارك فيك هاد الخيرات كما تشوفوا معنا في الاربع السويله من مراكش يلا بداو تيتلقوا القزاره البيجا والشريه باش يبيعوا القزاره الخيرات تنوريو الجميع المشاهدين قناه زيتون مرجان والحباب تونا اهلا سي بوشبع كي داير بخير ناشط الله يحفظك الله يطول عمرك الله يخليك ياك انت بخير نهار زين هذا تنحيوا الحباب تونا في مكانو جميع الوان اهلا 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 لاباس بخير الله يحفظك اخبرتي وفاش بنتي شتك اخوة بارد ما بنتيش رجال واخا مرحبا ياك انت بخير يعقوبي راك عزيزه مشينا حتى المحل وما شربنا شاتاي ولا راه قلنا كلام من الحق ما صدناكش ايه ما صدناكش ما صدناكش كي ديري ناسي اليوم راه عرفتي شلت شي هاد ما اليوم شي هاد ما شنو يا عرب الوالو كي داير سي بخير شحال الخيرات هذاك الخير هذا نقولوا فيه 80 اللي بغيتي فيه اللي بغينا فيه الا جابها الله وانت باقي دير الكمام بالحق كاين هذاك الشيء كاين وما بغيتيش قاعد حيد قاعد سنين خايف لا تموت راه كاين الموت راه مسنين لك نهار تموت واخا طير واخا تنسى تنحيي كل مشاهد قناة زيتون مرجان والحباب تونا داخل الوطن او خارجي اش هتوك فيه شي حاجة؟ دير ما سميتو راه يديه 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 كي دير لامين اخويا شتو تاعكم شتو كبر كان يجي عندنا ما بقاش يجي لا موجود ياك وسلم لي عليه ميتاغوا هاد الخيرات تبارك الله شحال هاد الخيرات هذا في باس زيتوني كاين 350 300 45 عطانا فيه 6000 وبيعت فيلو مازال ما قلعناش وين فيه 10000 ريال قلنا لهم عطيونا 12000 مليح هاد الزيتون مشروك معاك شكون هاد الراجل صاحبي اصاحبك اصاحبك مشروكش فيه كاع